مساء الخير. من تلفزيون لبنان منحييكم ومندعيكم لمتابعة حلقة جديدة من برنامج أمن حالك. أمن حالك البرنامج الأول من نوعه بنشر ثقافة التأمين بلبنان والعالم العربي. اليوم حلقتنا مشاهدينا هي حلقة مباشرة على الهواء لنتلقى اتصالاتكم بخصوص كل المواضيع المتعلقة بعالم التأمين، استفساراتكم، مشاكلكم مع شركات التأمين أو أي حالة مرقتوا فيها أو حابين تستفسروا عن بوليستكم أو التغطيات الموجودة على البوليسة الخاصة فيكم، أكيد فيكم تتصلوا فينا على برنامج أمن حالك على الهواء مباشرة على الأرامل اللي عم تمرق بأسفل الشاشة 01788-800-1 أو 2. إذا نحن جاهزين لنتلقى اتصالاتكم، وأيضا في عنا الكثير من الأسئلة اليوم خصصناها لحلقة الليلة لنجاوب على هالأسئلة اللي وصلتنا أكيد على البرنامج. مساء الخير كريستين. مساء الخير نادر، مساء الخير أكيد لكل المشاهدين اللي عم بيتابعونا بلبنان وبالعالم العربي. أكيد نحن اليوم رح نكون معكم بحلقة مباشرة على الهواء لحتى ناخذ كل اتصالاتكم، مثل ما ذكر نادر كل المشاكل يلي بتتعلق بقطاع التأمين. إذا كان عندكم أي شكوى على أي شركة كمان فيكم تتصلوا فينا حتى تخبرونا إياها، تخبرونا تجربتكم بهيدا القطاع، كيف يعني شو الأشياء اللي واجهتوها، وأكيد كل شيء تغطيات بتحبوا كمان تطلعوا عليها أو حيلا سؤال كان بيتعلق ببواليس التأمين. أنا رح أرجع أذكركم أنه بتقدروا تتابعوا برنامج أمن حالك. أكيد نحن اليوم بالحلقة المباشرة كل تنين الساعة 6:30، حلقة القعدة عم بتكون الأحد الساعة 3 بعد الظهر، وأكيد تقدروا تتابعونا عبر صفحتنا على الفيسبوك أمن حالك وعلى الصفحة الخاصة بتلفزيون لبنان. إذا نحن والمشاهدين كريستين عم نتواصل خلال الأسبوع، عم بيجينا الكثير من الأسئلة. نعم. نرجع نذكر أنه كثير من الأسئلة عم نجاوب عليهم بنهاية كل حلقة، ولكن في الكثير من الأسئلة كمان بتتكرر. اليوم رح نجرب كمان نضوي على العديد من هذه الأسئلة. نعم. لنوضح الكثير من الأمور المتعلقة بعالم التأمين. نعم. يعني يمكن أكثر الأسئلة يلي بتوصلنا هي متعلقة بالحوادث السيارات يلي بتصير مع المواطن، هي أكثريتها بتكون إما متعلقة بالتي بي اي يلي هو مقدم الخدمات، يعني خدمة الونش، هي أكثريتها عم بتكون هيك لأنه دائما في يعني في تغطيات عم بتكون عم تنعطى، هي مش مخص شركة التأمين فيها، يعني هو بصير عقد بين شركة التأمين وبين شركة خدمة الونش لحتى يعطوا كل يعني شو الأشياء اللي بتتغطى والأشياء اللي ما بتتغطى. أكيد يعني كمان شرحها بطول، فإذا عندكم أي سؤال بتعلق بهذا الموضوع رح أرجع أذكركم رقم التليفون 01788-800-1 02. إذا مشاهدينا يعني مثل ما قلنا في الكثير من الأسئلة عم توصل على البرنامج. في عنا سؤال من مدام سلام عم تسألنا عن مرض الكوليرا. مثل ما بنشوف كريستين هلأ امبارح كان في كارثة على الشوارع بلبنان من بعد. نعم. أول. نعم. شتوي شفنا الزبالة كيف كانت عم تجتاح طرقات لبنان. نعم. وعم تختلط بالمياه. نعم. وهذه بتؤدي لأمراض خطيرة. نعم. جدا، وصار في تهديد أيضا يعني في الكثير من الجمعيات والأطباء. نعم. عم بيوعوا إنه هذه رح تؤدي لأمراض خطيرة. فوصلنا سؤال بهالخصوص. ايه السؤال يلي وصلنا عم بيسالونا اذا كان بوليسه التامين على الصحه، التامين الصحي هل هي بتغطي كل شيء بيصير يعني كل شيء متاتي عن مرض عن وباء الكوليرا او لا؟ نعم، إذا مثل ما قلنا وباء الكوليرا هو وباء، والأمر دائما بوليسة التأمين الصحية هي من ضمن الاستثناءات موجودة عليها. إذا وباء الكوليرا ما بيتغطى، وكل الأمراض اللي تصنف وباء. نعم. فيعني للأسف هذه بتكون مسؤولية الدولة. نعم. تخطيط هالحالات. نعم. لأنه هذه حتعتبر من الكوارث. نعم، بيتغطوا يعني على وزارة الصحة، وكنا شفنا تبعنا الوزير وائل أبو صعب امبارح بمداخلة له هاتفية عبر شاشات التلفزيون، وائل أبو فاعور كان وضح إنه يعني. نعم. هلا هن عم بحطوا خطه طوارئ تحسبا لهذا الموضوع كمان يعني اكيد بالمستشفيات. يعني اذا التامين بعيد عن هالموضوع ومنه ملزم انه يغطي الاوبئه. نعم. في عنا سؤال وصل كمان من شخص عم بيقول هو عمل تامين على الورشه بشركه ما بدهم نذكر الاسم، صار عنده حادث، عم بيقول ما غطوا لي الضرر يلي صار على العامل يلي مأمن معي بالورشه، فرحت على شركه تامين ثانيه، بهيدي الشركه طلبوا مني اعطيهم اسماء العمال، اذكر لهم كل العمال يلي بيشتغلوا بالورشه، بينما الشركه اللي كنت فيها قبل ما كان كنت ابعث لهم بس انه بدي غطي شخص او شخصين وبدون اسماء، عم بيسالنا ليه في شركه هيك وشركه هيك، شو السبب؟ هي حسب يعني هذا الموضوع كمان كثير متشعب، ولكن اذا كانت ورشه
غيري، او اذا انا كان عندي عدد من العمال وبلتزم ورشات لازم اكيد سمي العمال واقول كم عامل عندي، لانه هذا بتكون هي الطريقه السليمه لاصدار البوليصه. بينما اذا بنعرف نحن وبس يتغيروا ببلغ الشركه التامينه طبيعي بغير اسمه. هذا اذا كنا عم نحكي عن ورشه صغيره، ومثل ما قلنا هون المشاهد هو ورشته يعني منا كبيره. بينما اذا بنحكي عن المشاريع الكبيره اكيد ما فيها الشركات اللي مستلمه الشركات المقاوله انه تزود الشركات باسماء العمال، بينما ساعتها بتتسعر البوليصه على عدد امتار هالورشه وانما ليس على عدد العمال ومدخولهم. فاذا تفرق من ورشه لورشه، وانما اذا كانت الورشه صغيره الافضل انه نسمي ونعطي اسماء العاملين بالورشه. يعني هون حتى المواطن كمان يعني عم بيقول انه الشركه يلي ما اعطاها الاسماء رفضت تغطيه لما صار حادث، يعني هون كمان بيبرر انه من المفروض نمشي يعني بالطريق الصحيح ونعطي الاسامي مثل ما هو مطلوب منكم بشركه التامين. نحن رح نتوقف كريستين مع ريبورتاج، اول ريبورتاج بحلقه الليله عندنا ريبورتاجين. الريبورتاج الاول هو بتخبرينا شوي عنه لانه حضرتك زرتي المكان ورح تغطي الحدث، اذا بتخبرينا شوي عن شو بيحكي الريبورتاج. نعم نادر، يعني بخطوه جديده انعملت هيدي السنه صار في مثل اجتماع او جمعه لكل النساء الموجودين بقطاع التامين، يعني تمت دعوتهم لحتى يكونوا موجودين هيك لحتى يتعرفوا على بعض لتبادل الاحاديث، وخاصه انه نحن بنعرف بقطاع التامين يمكن في عدد كثير كبير، يعني حسب كمان الاحصاءات بيقولوا انه 70% من النساء هن بيشتغلوا بقطاع التامين مقارنه ب 30% من الذكور فقط. وكمان اذا بنرجع بنطلع يعني بنشوف اعداد المتخرجين بالمعهد العالي للعلوم لعلوم الضمان بالإسا، كمان بنلاقي انه عدد كثير كبير بالسنين الاخيره عم بيكون من الاشخاص المتخرجين هن نساء، يعني اكيد رح يشتغلوا بقطاع التامين. اذا قطاع التامين يعني مثل ما قلنا هو من القطاعات اللي المراه هي العامله الاكثر، يعني مثل ما قلنا 70%. نعم، فتمت الدعوه لهم أكيد بمبادرة فردية قامت فيها سيدة كارين شرفين. كمان كارين يعني هي رائدة بقطاع التأمين، يعني من الأشخاص من اللامعين. أكيد اللامعين. كارين اسم معروف بإعادة التأمين. فكنا يعني اجتمعنا كلنا سوا، أكيد كان في أحاديث لازم نتبادلها لأنه هيك تجمع أفكار. نعم. يعني بتعرف كل شخص عنده فكرة من محل معين، بعدين أشخاص أكيد الحوار بين الشركات كمان بخفف المشاكل. رح ناخذ اتصال قبل ما نكون مع ريبورتاج. الو الو، بونسوار. بونسوار، مين معنا؟ معك نزيه فوال من طرابلس. نحن ما عم نسمع كثير منيح. الو الو، تفضل حضرتك. وقت اللي بنروح لنسجل سياره، نعم نعم، بيفرضوا علينا فرانشيز 100 دولار نعم على كل حادث. لما بدك تسجل اما لما بدك تاخذ كارلون؟ نسجل السياره مثلا ناخذ كارلون. نعم. شركه التامين بتفرض علينا فرانشيز. نعم. على كل حادث 100 دولار. نعم، بس مين معنا استاذ اذا بتريد تعطينا اسم حضرتك؟ نزيه فوال من طرابلس. اوكي استاذ نزيه. استاذ نزيه يعني هو معروف انه بي شو المشكله اذا واجه اي مشكله اذا فينا نعرف؟ لا، هو عم بقول انه ليه عم بيفرضوا عليه 100 دولار فرانشيز عن كل حادث، يعني حضرتك هيدا كان السؤال صح؟ صحيح، انه هل هيدا طبيعي اما هيدا يعتبر مثلا شيء هيك بيلف وبيدور شركات التامين؟ نعم، نحن رح نوضح اكيد المواطن. استاذ نبيه، استاذ نزيه رح اقول لك شغله، اذا انت عم تاخذ اوتو لون يعني قرض سياره من خلال البنك عم بتكون السياره مرهونه لامر البنك، فهون يعني في مثل عرف بين شركات التامين انه كل يكون في يتحمل الزبون اول 100 دولار عن كل حادث، هيدي محطوطه، وحضرتك بمجرد ما تخلص اللون يعني قد ايه كانت فترته 3 سنين 5 سنين، بمجرد ما خلص فيك ترجع لشركه التامين وهن بيرجعوا بيصوروا السياره عن جديد وبيعطوك اياها بدون فرانشيز بتنلغى. اذا استاذ نزيه هذا الموضوع يعني كل شركات التامين عم بتطبقه، كل شركات التامين عم تفرض 100 دولار اللي يتحمل الزبون من كل حادث على كل البوالص اللي هي تتعلق لكارد السياره، يعني ما في بالسوق اللبناني شركه عم بتقدم غير هالخدمه. ناخذ اتصال. الو بونسوار. بونسوار، مين معنا؟ مروان حداد معك. اهلا وسهلا فيك استاذ مروان. اهلا فيك، تفضل شو سؤالك؟
أهلا في رتور، يمكن بالصوت عم بسمع قبل على التليفون غير التي في. anyway أنا نعم. السؤال اللي هو بالبوليس التأمين تقول المدارس الرسمية نعم. لأنه بتعرف وزارة التربية بتفرض على كل مدارس الرسمية بلبنان تأمين إنه يعملوا تأمين على الطلاب. هو هل يا ترى إذا كان في عنا كيس ولد تلميذ بضمن الدوام نعم. عم يلعب بالقلم عم الشردق بالغطاء تبع القلم واضطروا ياخذوا طوارئ، هل كيس بغطيها الاسرونس ايه ولا لا؟ هل بيعتبروها حاله طارئه ولا لا؟ طبيعي هيدا حادث تعرض له الطالب خلال وجوده بالمدرسه نعم. وادت لخطر على صحته، اذا مجبوره اكيد شركه التامين تغطي ان كان اذا يعتبر حادث، يعني بالنهايه تعرض له الطالب ومثل ما قلنا ادى لخطر على صحته. يعني المهم يكون صار منه مرض، يعني اهم شيء ما يكون مرض، ما يكون المفروض شركه التامين تغطي. نعم أكيد طبيعي طبيعي، كل شيء أحداث طارئة مفروض شركة التأمين تغطيها، بينما إذا كان عنده أي مرض وتعرض لوعكة صحية أثناء وجوده بالمدرسة هذا ما يعتبر حادث فما بتغطيه أكيد البوليس. شكرا لك أستاذ مروان. إذا رح نتوقف مع التقرير، بنرجع نتابع أمن حالك عبر تلفزيون لبنان. إذا بتاخدوا صورة للمجموعة هيك بتشوفوا نبض السيكتور كله موجود هون، لأنه النساء هن نبض هالسيكتور. أنا برأيي المراكز الأولى حسب كريتير تعمين، كل النساء اللي شايفتيهم هون بالمراكز الأولى بالإفر اللي بحطوه، بالمجهود اللي بيعطوه، بالإنجازات اللي بيعملوها. هلأ ما بيفتحوا لهم مجال يوصلوا لبوستات معينة، نحن مش مجموعة بتتبكبك، نحن مجموعة بتفعل. الجامعة كتير مهضومة، أول شيء أول مرة منجتمع سوشيالي، يعني بريت المكتب بريت اجتماعات البزنس، وكتير في ناس بيعرفوا بعض بالاسم بس مش بالوجه، يعني نحن منتعامل مع بعض بس كتير قليل منشوف بعض. الفكرة كتير غريبة وكتير مهضومة وبتقرب كتير الناس على بعضها وبتقرب أكيد الانشورنس ماركت، يعني هذا أهم شيء. بالنسبة لقطاع التأمين هلأ الميجر عم بيكونوا جي أم عم بيكونوا رجال بالدومين، لأنه يا أول شيء الشركة عم بتكون هني عم بيكونوا مدراء الشركات وبنفس الوقت الأونرز يعني تبعوا للشركات. لازم نجتاح الانشورنس ماركت على صعيد جي أم إن شاء الله يا ربي. كتير حلوة جماعة وياريت نعمل كل سنة. جامعة كتير حلوة ولازم دايما تتكرر وصافي بليزير نلتقى، يعني لأن ثلاثة أرباعنا بنعرف حالنا على التليفون، فحلو واحد يتعرف شخصيا على الشخص اللي عم بيحكي معه. نتأمل ليصير عند المرأة دور فعال بكل المجالات مش بس بقطاع التأمين. مرأة إجمالا من النوع اللي بيعطي بكل المواقف بكل المطارح، يمكن هي اللي بتعطي الدعم لل يمكن الرجل إذا عم تقولي بالصف الأول، بس هي بتكون العنصر الأساسي. أكيد لها أكبر دور بس ان شاء الله تقدر توصل لمطارح اعلى. نتمنى بالمستقبل انه شيء نشوف شيء جي ام ما تكون امراه. اكيد لها دور كثير كبير بس بعد ما اخذت حقها، يعني ان شاء الله بعد اكثر تنعطى تشانس بالتامين وبغير التامين انه تاخذ حقها اكثر مثل ما لازم. يعني شوي هي الكالتشر، يعني نحن ما بدنا نضحك على حالنا بالميدل ايست والنورث افريكا، مش بس بالتامين بحيالله قطاع عم بتطلع صرختهم تيقدموا على النيابة وتيوقفوا العنف قبل ما نوصل بالتأمين وبغير سكتورز. يعني بس إن شاء الله خير، يعني جيل جديد كتير متأمنين فيه، كل واحد عنده أفكار يحكيها وناخد ومنعطي عن إشياء جديدة بدنا نعملها ولازم دايما نجتمع. كتير حلوة حلوة كتير كلنا سوا وأصلا عم نتعرف على بعض لأنه ما في كتير نسوين بالإنشورنس مثل ما بتعرفي. يعني بتمنى ترجع تنعاد مرة تانية وتالتة، يعني عشاك أوكازون. يعني أول مرة بتنعمل هالفكرة سألت it's a good idea إنه كل الناس كل الومن بهيدا بالدومين يعرفوا بعضهم، مثل ما أنا بحب كل الناس بحب إنه كمان كل الناس يحبوا بعضهم، وبحب إنه المرة كمان يكون عندها دور كتير مهم بهيدا الدومين. سألت إذا نحنا كنا منتحد سوا بلكي مزبوط، وإن شاء الله كل سنة نحنا منعيدها وبيكون في أكثر ناس معنا وبتاخد ضجة أكثر مش بس بلبنان بكل الميدل إيست.
إذن تابعنا ريبورتاج، ولكن قبل ما نتابع حلقتنا معنا اتصالات مباشرة على الهواء على الرقم 01788800. ألو. ألو مرحبا. مرحبا. بدي أسأل لو سمحت، إذا الإنسان بده يعمل شخص إنشورنس كامل يعني فول إنشورنس على السيارة. نعم. تأمين شامل. هل لما التأمين شامل، هل لما بيعمل أي أكسيدنت بيعمل بيدفع إكسس على شو اسمه؟ بيدفع حسب التحمل. كيف يعني؟ حضرتك عندك بوليسة هلا تأمين شامل؟ انا ما عندي بوليسة، عم اجيب سيارة جديدة بدي اعمل بوليسة فول انشورنس. نعم، إذا عم تجيبها من المصرف للسيارة أكيد بدك تتحمل أول $100. لا أنا ما بدي اشتريها كاش السيارة. إذا فيك تطلب من شركة التأمين إنه تقدم لك بوليسة من دون تحمل. بدون فرانشيز. هلا بضل في بس أستاذ، ما عرفنا مين معنا؟ محمد الكردي من طرابلس. استاذ محمد، يعني اكيد انت لما بتاخذ هذا التامين الشامل من شركه التامين بيقولوا لك هذا بدون فرانشيز، يعني حضرتك ما بتتحمل اول $100 من الحادث. بس بضل في اشياء ثانيه هي موجوده، مثلا بدك ترجع تنتبه اذا في على الارباك، يمكن اوقات بيكون في 25% او 15% تحمل، يعني في عندك البطاريه والدوليب، يعني هدول امور مستهلكه، فبننصحك تقرا ترجع الكونترات تتاكد منه. انه كمان في الديبريسيشن على سبير بارتس، يعني إذا في قطعة جديدة بدهم يستعملوها في حال صار حادث واضطرت الشركة إنها تحط قطعة جديدة، فكمان هدول عليهم depreciation، يعني في تدني، يعني إذا كانت السيارة حسب يعني قد إيه عمرها. حكينا عنهم هدول أكيد دايما بالبرنامج، أكيد بس نصيحتنا لك إنه دايما تقرا الكونترا. إذا أستاذ محمد اقرا الكونترا، ونحن أكيد فيك تتواصل معنا لتاخذ راينا اكيد بالبوليسه اللي بدك تشتريها. نحن ما عندنا اي مشكله، تواصل معنا بعد البرنامج. ناخذ اتصال. الو الو الو، رح ارجع اذكركم لكان برقم التليفون 01788800 او 01 او 02. نحن رح نتوقف اكيد مع فاصل اعلاني، اول فاصل اعلاني ببرنامجنا الليلي، ونرجع نتابع برنامج امن حالك مع ريبورتاجات اتصالات المشاهدين والاسئله اللي اكيد عم توردنا على البرنامج.
مكملين معكم مشاهدينا بحلقه اليوم من برنامج امن حالك، اكيد هالحلقه المباشره عم ناخذ نحن اتصالاتكم على الهواء لحتى نجاوبكم على كل الاسئله او كل الاستفسارات يلي بتحبوا تعرضوا علينا. معنا اتصال. الو. الو بونسوار. بونسوار. ميشيل دريم معك. اهلا وسهلا فيك استاذ ميشيل. بدي اسالك سؤال بخصوص الضمان الالزامي تبع 750 مليون. نعم. هيدي نحن وكل المواطنين ما عم يفهموها مضبوط. فيك تفسري لنا اياها، شو بتغطي شو ما بتغطي؟ مع العلم انه الدولة هي فرضتها. نعم نعم. هيدي شو بتغطي؟ ما عنا يعني اذا ضربت انا واحد على الطريق ونقلته على المستشفى، هل المستشفى ملتزمة بهالعقد الالزامي تبع 750؟ نعم طبعا. بدنا تفسير لها اذا بتريدي. اوكي. استاذ ميشيل، يعني انت عم تحكي عن العقد الضمان الالزامي على الاضرار الجسدية يلي بغطي اي مسؤولية يعني بتسببها سيارتك للغير. هون يعني الحدود التغطية اللي فرضتها الدولة مثل ما قلت حضرتك 750 مليون ليرة. وما في دائما يمكن كريستين إشكالية على 750 مليون، بعتقد حبيبي بيستوضح، لأنه عم نشوف نحن أنه دائما لما يصير في أي قتيل يعني نخسر روح على الطرقات كثير عم بتكون بعيد التعويض عن 750 مليون. نرجع بنقول انه 750 مليون هي الحد الاقصى وهي للطبابه اكثر من انه للتعويضات الروحيه اذا حدا يعني توفى. نعم نعم. اكيد يعني لما بصير في حادث مفروض ترجعوا تتصلوا دغري بالشركه تبلغوا انه صار معكم حادث لحتى الشركه تبعت بريز اون شارج، يعني هي تتصل بالمستشفى وتبعث له انه هي قبلت الحادث بتغطي الحادث. انه نعم. تغطي هيدا الحادث. مجبوره كل المستشفيات اكيد تتصل بالشركات والشركات مجبوره تغطي الحادث بغض النظر ان كان الحق عليك او مش الحق عليك. نعم. بتغطي الحادث وبعدين بتتصافى هي والزبون او هي والطرف الثاني. نعم. او المستشفى. نعم. رحنا هلا بما انه كمان عم نحكي كنا عن النساء كريستين ببرنامجنا اليوم وشفنا ريبورتاج قديش النساء فعالين بقطاع التامين. رح ناخذ اتصال من انسه، هي مسؤوله بقسم الحوادث. الانسه نادين خواري بقسم الحوادث بشركه فيداليتي، لنشوف شو الرياكشن تبع الرجال عندما يجوا على الشركه لتكشف لهم على الحادث. بنقول مساء الخير لنادين. مساءك مساءك مساءك، يعطيكم العافيه. يعطيك العافية نادين. وإلكم كمان. ميرسي نادين. يعني بدك تخبرينا بليز إنه لما بيجي، يعني نحن بنعرف إنه الرجل يعني ما كتير عنده ثقة بالنساء لما هن بيكونوا موجودين بقطاع التأمين، إنه بيجي بيقول إنه خاصة أنا بنحكي عن قسم الحوادث. نعم. قسم الحوادث إنه بده يقول إنه شو بعرفها كيف فيها تعرف تكشف على السيارة، كيف فيها تقدر الحوادث. يعني هون خبرينا شوي هيك شو الأمور يلي بتواجهيها لما بيجي لعندك زبون. اللي عم تحكوه هو مضبوط 100%، وخصوصا انه ما بيتقبلوا بنت تكون على الارض. يعني يمكن بيتقبلوا بنت تكون قاعده، يمكن عم تعمل نيغوشيشنز معهم او انه عم تحل حادث كمسؤوليات، بس ما بيتقبلوا بنت تنزل توقف مثلا معهم وتقول لهم هي بدها غيار، لا هيدي ما بتتصلح، هيدي بتتجلس. فبتعرفي الرجل على طول عنده هذا العنفوان انه لا انه انت شو انه شو بعرفك فيهم وانا رحت على الجراج. نعم. مثلا شغله صغيره هلا صارت معي، ثاقبت انه نهار الجمعه صارت معي عم بكشف على سياره لشخص، فعم بقول له انا عندك ضرب التامبوني، عندك تجليس الجسر، وعم بكتب له اياهم. قال لي كيف؟ قال لي ما الشاسيه مضروبه. قلت له يا استاذ كيف الشاسيه مضروبه؟ الشاسيه مضروبه ما فيك تجي فيها لعندي انت للسياره، انت شو بفهمك؟ هيدي الشاسيه هون. بدي اسالك بس سؤال صغير، انا الشاسيه وين بتكون انت؟ باعتقادك انت الشاسيه وين؟ هون. قلت له يا حبيبي الشاسيه بتيجي تحت على الدولاب. قلت له انت ضربتك على التامبوني انه مثلا شو وصلها للدولاب؟ كيف انت سايق سيارتك وجاي لعندي؟ سو بتعرفي هذا العنفوان ما بيتقبل انه عم تعطيه انت، ما بيتقبل لا ابدا. عم تعطي التقرير انه شو سيارته بدها، وخاصة انه امرأة. في كان شيء عندك ردات فعل مثلا من زبونات اجوا وتفاجئوا انك نزلتي على الطريق لتصور السيارة وتقيمي الحادث؟ انه اكيد هلا في عالم، لقلك شغلة نادرة، في عالم كثير بتنبسط انه بنت عندها هالاطلاع على السيارات، في عالم ما كثير بتتقبل، وخصوصا وقت ترجع تيجي لعندك وتجيب لك الفاتورة وتطلع فاتورتها مثل ما انت قايل له مضبوط. يعني انت عندك هول قطعتين بس هول قطعتين طلعوا. أو مثلا بيجي بقول لك كيف بتساعدي بيها 50 دولار القطعة؟ هي بتكلف 100 دولار، هي بدك حق بويا، حق معجونة، حق يا حبيبي حق البويا مثلا، بتيجي أنت بتقول له حق البويا هالقد، حق المعجونة هالقد. فبيكون شوي إذا بدك مصدوم إنه بنت عم تعرف هاو إنه. طيب وحضرتك كيف اكتسبتي هالخبرة؟
يعني كان هين عليك تكتسبي هذه الخبره وتصيري تعرفي تقيمي قطع السياره وكل هالقصص؟ هلا صراحه انا قبل ما اكون بشركه التامين انا كنت اشتغل بجراج، هو جراج حديد وبويا، فمن هالمصلحه تعلمت كثير اشياء. يعني انا كنت اذا بدك مسؤوله عن جراج، كنت تكون على الفينيساج على السيارات، ضل على ايد الشغيله كله يطلع مضبوط. من هونيك انا اكتسبت خبرتي، بلس انه انا صار لي 9 سنين وبعدني لهلا بشتغل بشركه تركيب الوان للسيارات، هي بلس شغله بالانشورنس. نادين قبل ما نختم معك رح نحكي هلا بشكل عام، بما انه انت بتواجهي الزبون، يعني عندما يجي من بعد الحادث بيكون كثير معصب، قديش في عنده وعي الزبون؟ قد ايه بيكون عارف حاله شو مشتري، اي بوليسة، شو بتغطي شو ما بتغطي؟ اكيد انت بتطلعي بوز المدفع، خبرينا شوي شو بتواجهي مع الزبائن بلبنان المؤمنين؟ صراحة وللأسف نادر إنه هي المشكلة مش بالبوليسة اللي بيكون مشتريها الزبون، المشكلة بالقانون كيف فهمه الزبون. مثلا بيجي لعندك زبون بيقول لك انا اللي فات فيه مأمن توريست، يعني انتوا اللي تصلحوا لي كل شيء. يا استاذ في عندنا مسؤوليات، في خبير بينزل على الارض هو بيحدد كيفيه حصول الحادث، انت شو فهمت؟ طيب ما نحن بنبعث لك هالخبير لانه نحن ما بنكون على الارض، هو اللي بيكون على الارض. إيه لا بس الخبير حاطط لكم اياها غلط. طيب بنقول له اذا بتاع المعروف راجع خبيرك، يراجع خبيره بتطلع ذات الخبريه. يعني نحن مشكلتنا اذا بدك اكثر هي بفهم القانون. No. اكثر من انه بوليسك شو بتغطي ولا شو ما بتغطي. اكيد عندك مشاكل بقصص البوالس، لانه لسوء الحظ انه حتى اوقات الوكيل بفوتك بالحيط بشغله انه ما بيفسر للزبون شو بيعه، بيقول له انت شو ما عملت انت مغطى. نعم. اذا المسؤوليه بتحملوها ثلاث اطراف. نعم. اوكي نادين، نحن اكيد متشكر مداخلتك معنا. نادين خويري مسؤوله باسم الحوادث بشركه فيداليتي للتامين. رح ناخذ اتصال جديد على 01788800. الو الو بونسوار. بونسوار. مين معنا؟ كاتيا باسيل. اهلا وسهلا فيك مدام باسيل، تفضلي. نعم عم نسمعك، شو سؤالك؟ يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك. ايه سؤالي هو انه في حال انا مثلا موقف سيارتي، جوزي موقف حدي او ابني عم بيقرب بده يفوت وضرب السيارة، كلنا اسيري. نعم. بذات الشركة كلنا اسيري، او حدا مع القرايب او مع شيء ابدا عم يرفضوا منعا باتا حدا من العيلة يغطوا شركة التأمين، وهيدا الشيء عم بيكون كتير مزعج بالنسبة لنا. نعم. نحن هذا السؤال كمان موجود معنا من ضمن الأسئلة اللي وردت الأسبوع الماضي. مدام باسيل، نعم ما في حل لهذا الموضوع، لأنه هذا قانون أو هذه هي مثل ما بيقولوا الجنرال كونديشنز تبع هذه البوالس. إذا صار أي حادث بين أفراد العائلة ما بيتغطى، لأن الشركات بتخاف تكون إنه مثلا عم تركب العائلة الحادث. إذا كانوا من القرابة القريبة جدا يرفض كليا الحادث، بينما إذا كان شوي بعيد. ايه بس هلا كمان يعني حضرتك اذا فيك ترجعي للشركه وتشرحي لهم الحادث كيف صار بالضبط، يمكن هون الشركه هي منها ترجع تنظر بهذا الحادث وتقرر انه تصلح لكم. بس بتكون عم تدفعوا كاكس جراسيا، يعني ككادو ما ابدا ما بحق لك فيها، لانه هيك بتقول البوليسه وبكل الشركات موجوده هيدي البوليسه. هلا هي اخفف حال اذا كان من الاقارب البعيد، يعني مش من الاولاد او الاهل، هون يمكن تنظر للشركه شوي انه ما مركب الحادث. شكرا لك، ميرسي. كريستين، نحن برنامج أمن حالك تقريبا من سنة طال على الجمهور، وخبرينا كمان من الريبورتاجات اللي عملتيها. نعم. تواجهتي مع الجمهور. نعم يعني بتعرف نادر أكيد التوعية التأمينية بلبنان، يعني هلأ لحتى بلشنا شوي. نعم. نحس أنه في توعية، والناس يعني كنا حبينا نشوف قدي عم بيتابعوا برنامج أمن حالك، أو كمان حبينا نشوف لما بنسألهم بنقلهم أنت مأمن حالك، بنشوف شو ردة فعلهم. فنحن أكيد توجهنا للمواطن وسألنا. نعم. مأمن حالك، تنشوف شو كان ردة فعله. مأمن حالي؟ لا مش مضطر هلا. لا شو بدي أمن حالي؟ الأمان بالله. ايه مأمن حالي. مأمن حالي بالضمان. كتأمين حياة عشير؟ ايه مأمن حالي. مأمن حالي ايه؟ أنا مأمن حالي، ما حدا مأمن على حاله. لأنه عشو بدي أمن حالي؟ واحد لازم يأمن حاله كل شيء، من السرقة، من الحريق، من أي شيء. هاي ظروف الحياة مأمنة مأمنة. حتى لو أمنت حالي، فكرك يعني التأمين بغطيكي بكل شيء؟ سوري يعني.
لا ما حدش بيأمن حاله بالمرة بالحياة يعني. أمن حالك؟ هذا برنامج أمن حالك بحضره على طول على التلفزيون. بلا بسمع فيه إنه التأمين موجود يعني. برنامج على تلفزيون لبنان. يعني كتير انبسطت تلفزيون بنتابع برنامج. هلا منتابع ليش لا؟ نحضر. It's important مهم بلا. حأوعدك إنه حتابعه لأنه جوع الناس. ولازم تابعه عشانه كتير مهم بالنسبة لمواطن اللبناني. أمن حالك على تلفزيون لبنان برنامج حلو كتير حنحضره. يعني للي ما بيعرف إيه أكيد. أكيد لازم كل شخص يعني يصير عنده ثقافة أنه شو معنى التأمين، شو الفوائد اللي ممكن ترجع له إذا صار لا سامح الله شيء، يعني حريق، سرقة أو حوادث، يعني هاي الزمن ما بيتأمن. أكيد بحب أحضر تابعي يعني التأمين. هلا حنصير نحضر برنامج أمن حالك على تلفزيون لبنان. يعني بدي أشوف وقته وإمتى محطوه. أمن حالك التنين ساعة 6:30. يعطيك العافية كريستين. أكيد مثل ما شفنا يعني من سنة لهلأ أكيد قطعنا شوط كتير كبير. نعم. يعني إن شاء الله نضل بهالهمة ونقدر قد ما فينا نضوي على الأمور، لأنه حسب ما طبعا شفنا اليوم من الأسئلة قدين إحنا بنحكي عن هالمواضيع عم ترجع تتكرر الأسئلة. نعم. وخاصة على الهواء، إذن كتير مهم نضل موجودين لأن بالفعل هالمعلومة توصل للمشاهد. نعم. وخاصة أنه برنامج أمن حالك يعني هو البرنامج الأول من نوعه. نعم. بنشر ثقافة صدفت التأمين بالعالم العربي. نحن كريستين رح نتوقف مع بريك، من بعد البريك أكيد متابعين مع اتصالاتكم، ومعنا اتصال أيضا من وكيل تأمين لنعرف منه شغلي، بس ما رح نخبركم عنها بعد البريك. مساء الخير عن جديد مشاهدينا، اكيد مكملين معكم عم ناخذ اتصالاتكم على 0178800012. معنا اتصال. الو. الو. مساء الخير. يسعد مساكي يا قلبي. ومساك مين معنا؟ شوقي بحياتك، بس ما بدي اذكر لاسم الاسران سجي، بس سؤال. نعم. اهلا وسهلا فيك استاذ شوقي، تفضل. عيني انا مأمن على حياتي اللي شي 10-12 سنه. نعم. السنه الماضيه صرت 14 الى بالعاده البروكر بعطينا خبر قبل بوقت، ما عطتنا خبر ونحن نسينا. هلا كثير من اللي نحن بدنا نعطي خبر، اعطينا خبر البروكر ما بيتعرفوا، فهذا لانه بيسمح. نعم ما فهمنا السؤال، اذا بترجع بتعيد استاذ شوقي. حضرتك عملت تامين على الحياه؟ نعم. الي 12 سنه والبروكر قبل بوقت بيعطونا خبر وبندفع. ما عطاك موعد التجديد، يعني ما ذكرك بالتجديد؟ مزبوط يا قلبي. وبس رحت على الشركه شو قالوا لك؟ قال منجاوبكم ومنجاوبكم، قالوا الجمعه بيعزمونا، قال منجاوبكم. نعم، بس بدي خبرك استاذ شوقي انه شركه التامين ما بحق لها تلغي عقد التأمين على الحياة حتى لو منك مش دفعة. في بروسيس بدها تمرق فيه إلغاء البوليسة، يعني أول شيء بدها تبعت لك إنذار على إنذار بالبريد المضمون على عنوان السكن الثابت اللي أنت ذاكره بطلب التأمين. نعم. وبترجع بتذكرك أول شيء إنه عليك دفعة، بترجع بتقلك إنه إذا ما دفعت هالدفعة بعد 10 أيام رح ألغي لك البوليسة، بينما ما بحق إلا تلغي البوليسة إذا ما وصل لك شيء على البريد المضمون. انما مرات بتبعت الشركه بالبريد المضمون فسخ العقد، ما بيوصل لعندك بس بيكون عندها ورقه من البريد المضمون، يعني لازم تبرز لك الشركه انه هي بعثت لك انذار بالبريد المضمون. انا من 6/14 ما بعثوا لي انذار. نعم. اذا راجع فيها الشركه وقول لهم انك بدك تدفع البوليسة. بس يعني يستحسن انه تكون اكثر، انه مش بس اخر قسط مش مدفوع. البروكر ما عم ترد علينا خبر، قلنا بنجاوبكم ما بيجاوب. بدك تتصل بالشركه مباشره اذا البروكر بطل عم يحكي معك. طيب شكرا. واذا ما اخذت جواب استاذ شو ارجع اتصل فينا لحتى نحن نتابع الموضوع. اوكي ميرسي. شكرا لك. يعطيك العافيه. اذا نحن مثل ما وعدناكم رح يكون معنا اتصال مع وكيل تامين الاستاذ كلود رزو. قلنا رح اليوم رح نساله للاستاذ كلود سؤال دائما بيخطر على بال الشركات والمؤمنين. اول شيء نقول له مساء الخير. مساء الخير استاذ معدل، مش كريستين، مساء الخير. اهلا وسهلا فيك. يعطيك العافيه. الله يعافيك. انت وكيل التامين، يعني دائما هو بيكون بالوسط بين شركه التامين والمؤمن. مظبوط. هو واجهه شركه التامين، دائما بالواجهه على الميلتين. هلا الشركات بتعرف انه الوكيل او وسيط التامين هو بيطالب بحقوق المؤمن، ولكن شركات التامين كمان لازم يكون وكيل التامين هو عينه على الزبون. شي مره انحطيت بموقف الزبون مثلا حاول يغش شركه التامين وانت عرفت انه حاول يغشها، شو عملت بهالحال؟ هي بصراحه يعني هو القصص فريكوينت، لانه بتعرف
مشكلة عنا بلبنان ما في ثقافة تأمينية عند الناس. يعني بالنسبة للناس إنه لازم هيدي شركة التأمين، لازم أنا شو ما صار معي لازم أتعود لي وأربح، مش قصة تعويض حتى قصة ربح منه. هلأ مرة في عندي أحد الزبائن عنده كان مشكلة صحية وأنا بعرفها صراحة، مأمن عندي عدة تأمينات إن كان سيارات وبيته ومكتبه، طلب يعمل عندي تأمين استشفاء وأنا بعرف حالته الصحية. وبتعرف أنت هون وقتها يقلك أنه هو ما بيشي وأنت بتعرف حالته الصحية، يعني بتكون مشكلة، أنه مشكلة تقول له لا ومشكلة تأمن له، لأن بالنهاية كمان نحن مثل ما قلت حضرتك نحن عين الشركة، ونحن كمان بهمنا مثل ما زبون بهمنا كمان الشركة بتهمنا. نعم. بهالحالة شو عملت؟ نعم بهالحالة شو عملت؟ بصراحة يعني ما في نقول له لا وما في نقول له ايه، فعليت له السعر كتير بشكل انه هو يقول لي ميرسي انت كتير سعر غالي. يعني طلعت طلعت منه بطريقة دبلوماسية. ايه اكيد. بس برايك مش يعني لازم مرات نحن كمان نكون صريحين مع الزبون ونخبره كل شيء، نقول له انه حالتك الصحيه ما بتسمح لك تاخذ بوليسه، ولا المواطن اللبناني ما بيتقبل هودي الاشياء؟ لا يعني ما بيقبلها على نفسه. نوي يتقبلها لان بحسك انه ما عم تخدمه فيه، مع انه انت صراحه انا لو امنته كون فعلا عم غشه وما عم بخدمه، لانه عاجلا ام اجلا راح تبين انه عنده مشكله صحيه مزمنه وراح يصير مشكل اكبر مع شركه التامين ومعي. نعم. ومن خلال خبرتك استاذ كلود شو بتخبرنا هيك بشكل كتير سريع، وبتخبر المشاهدين لشو ينتبهوا اكثر شيء يلفتوا، يعني شو لازم يقروا بعقد التامين؟ هل لازم دائما يلحقوا الوكيل والوسيط للاخر شو بيقول لهم، ولا لازم كمان هن يتحققوا من المعلومات؟ هلا المشكله مثل ما قلت حضرتك بلبنان ما حدا بيقرا، هي مشكله لبنان بكل شيء. فالاضبط هلا بالنهايه انا وقت اجي عند زبون وعم بعرض عليه خدماتي، عم بعرض عليه بوليس التأمين، أنا بكون بالنهاية عم مثل ما بقولوا عم بعطيه عم بيعه ورقة، هي ورقة الثقة اللي بتربطه اللي بتربطه بالشركة واللي بتربطه فيي. هلا هون بده يكون المؤمن يكون واعي شوي أكثر، يكون عنده اطلاع أكثر على التأمين وشو بيغطي وشو ما بيغطي، وكمان لازم يكون عنده ثقة بالوكيل اللي عم يشتغل معه، لأن بلا ثقة ما بتزبط هالتركيبة كلها، يعني لازم يكون في ثقة بالشركة. نعم. والثقة بالوكيل لا يمشي الحال. نعم. استاذ كلود هون انا بعد عندي سؤال اخير لحضرتك، يعني كيف شفت هل في تغير بسلوك المواطن تجاه التامين؟ يعني هل المواطن صار هو عم بيجي بيطلب التامين او بعده وكيل التامين هو بده يروح يدق على الباب ويوعيه للمواطن؟ تغيرت باخر سنه ولا لا؟ باخر سنين؟ هلا بصراحه شوي شوي عم تتغير القصه، لانه صار في وعي اكثر. نعم. صار في وعي ليه من كمان بدنا بصراحه كمان هالوضع الاقتصادي السيء اللي عم نمرق فيه، هيدا بيخلي الشخص كتير يكون منتبه على وضعه المادي، يعني إذا فات بمشروع بيقول لك لا أنا لازم أمن لأن بركي صار شيء لما يخترب بيتي، هاي الشغلة كتير مهمة، بإضافة إنه صار في ناس مثقفة أكثر، معلمة أكثر، صاروا يفهموا أهمية التأمين بحياتنا اليومية. نعم. يعني صار عم ينطلب التأمين. نعم. يعني على أمل ينطلب أكثر وأكثر، وأكيد بفضل كل جهود الوكلاء الوسطاء الشركات وبرنامج أمن حالك. نحن بنتشكر وجودك معنا أستاذ كلود رزوق وكيل تأمين في شركة فيداليتي، شكرا لوجودك معنا. إذا كريستين نحن اليوم وصلنا لنهاية حلقتنا، الحلقتنا المباشرة من برنامج أمن حالك. أكيد أخذنا الاتصالات مباشرة على الهواء، دائما بندعي المشاهدين ليتواصلوا معنا، إذا مذكرهم بس بطرق التواصل. طبعا خلال هذا الأسبوع أكيد بتقدروا تبعتوا لنا ترسلونا على صفحتنا على الفيسبوك أمن حالك، أو من خلال رقم التليفون الخاص بالبرنامج اللي هو 70-166-919. نحن لهون بنودعكم وبنعطيكم موعد الأسبوع اللي جاي بحلقة جديدة من برنامج أمن حالك. إلى اللقاء. إلى اللقاء.